خلينا نطلع نشوف كلمة كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في افتتاح جراج فرع أو مقر النادي الأهلي في مدينة نصر، ونرجع نكمل مع حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية برحب بالسيد الوزير الدكتور أشرف صبحي والسيد المحافظ اللواء خالد عبد العال لحضورهم وتشريفهم، وبرحب بكل السادة الحضور أعضاء النادي ولاعيبة النادي وكباتن الفرق اللي ليهم دور كبير جدا في رفعة الرياضة بالنادي الأهلي. الحقيقة يمكن النهاردة يوم من الأيام اللي احنا بنسعد بيها جدا وبنفخر بيها جدا، للنادي الأهلي النهاردة يمكن السلوجان اللي احنا أو اللوجو اللي احنا ماشيين عليه بقالنا 4 سنين دلوقتي: تاريخ، مبادئ، تطوير. النهاردة لحظة من اللحظات اللي فيها التاريخ الإنشائي للنادي الأهلي أو التطور الإنشائي للنادي الأهلي. اللحظة دي لحظة احنا سعداء بيها جدا، لأن الحقيقة يمكن أنا في مجلس إدارة سنة 88 كعضو مجلس إدارة، سنة 90 استلمنا الأرض هنا ابتدينا نشتغل، وكان من أول يوم احنا بنفكر يكون هناك، أو مجلس إدارة يعني بيفكر يكون هناك جراج يسع لأعضاء النادي، لكن كان هناك بعض التراخيص وبعض الموافقات من بعض المؤسسات كانت من الصعوبة. الكلام ده من سنة 90 أو ما ابتدينا. فدلوقتي احنا ليه الواحد سعيد باللحظة دي؟ لأن على مدار أكتر من 20 سنة احنا بنحاول فعلا ناخد نعمل هذا الصرح اللي حضرتك شايفينه. صرح دوت أعتقد يضيف للنهضة الكبيرة جدا والإنتاج الفعال بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كان بيمر وشاف المكان وقال لي انتوا ما تستغلوش المكان ده في هذا، يعني في تسهيل للأعضاء، قلنا ده الأمر اللي احنا كنا نفسنا فيه من 20 سنة فاتوا. فكان هناك توجيهات فورية ان احنا نبتدي فورا في السور دوت، السور كان آخر سور موجود مع المنطقة دي كلها. فالحقيقة دفع عجلة الإنتاج دي بتخلي الناس كلها الحقيقة بتشتغل، وفي نفس الوقت كمان بتخلي الناس كلها سعداء بالمظهر اللي حضرتك شايفينه النهاردة. الباركينج بحمولة الباركينج أو السعة بتاعة الباركينج حوالي 700 عربية، لكن احنا إن شاء الله برضو التطوير من سلوجان النادي تاريخ مبادئ التطوير، التطوير ان احنا عايزين نضاعف ان شاء الله هذا الرقم. نبتدي بقى من بداية السنة الجديدة بإذن الله يكون في اللي هو الباركن الهيدروليك، بحيث ان احنا ناخد اكبر عدد، اكبر من 700 عربية ان شاء الله. الحقيقة في النهاية يمكن بشكر كل اعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، هم داعمين دايما للنادي الاهلي، اعضاء وجماهير. جماهير النادي الاهلي هي الداعمة دائما للنادي الاهلي، والاعضاء جزء من الجماهير، عشان كده انا بقول لهم يعني اعضاء النادي الاهلي انتوا استحملتوا فتره طويله، لكن الحمد لله لكم انكم تفخروا بما تم. مش بس ده، لحاجات اخرى كتير من خلال برنامج عائله النادي الاهلي اللي احنا ابتديناه من 4 سنين. البرنامج اعتقد الحمد لله كله تم، يمكن الحاجات اللي ناقصه واحد او اتنين، حاجه او حاجتين، يمكن عشان موضوع كورونا والتجمعات، منها مثلا على زي ما انا فاكر حضانة للأطفال، مكان للأطفال، طبعا مع الكورونا صعب جدا ان احنا نعمل الكلام ده، عشان كده وقفنا شوية. وكمان البرنامج ده احنا عدناه بحاجات ما كانتش موجودة وعملناها كمان، الحمد لله رب العالمين. وده حق جماهير النادي الأهلي وأعضائه على أي مجلس إدارة، أي مجلس إدارة بيجي وأي واحد بيعين في هذا المكان أو بيكون موجود من خلال انتخابات في هذا المكان، هي ثقة الناس فيهم وثقة الناس انها انت جاي طالما يعني بتقدم نفسك لخدمه الناس لازم تكون على هذا، يعني هذا المحك انك فعلا تخدم الناس بوقتك وبفكرك وبمجهودك، ما تبخلش لان الناس ادتك ثقه كل وقتك للناس، ومع ذلك تحافظ على مبادئ وقيم النادي الاهلي. الكلام ده لاي ليا ولاي عضو مجلس اداره حالي او قادم. مرة تانية بشكركم جدا، بشكر السادة الحضور، وعلى بركة الله إن شاء الله نبتدي من النهاردة استخدام جراج النادي الأهلي بإذن الله. شكرا لكم وشكرا لكل السادة الحضور، وشكرا سيادة الوزير، شكرا لكم.
رجعنا لحضراتكم مرة أخرى الحقيقة بعد كلمة كابتن محمود الخطيب في افتتاح جراج النادي الأهلي، كلمة هامة جدا فيها رسائل عديدة جدا لما هو قادم خلال الفترة القادمة، ولكن في نفس الوقت كان متواجد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. والحقيقة الدكتور أشرف خلال الفترة الأخيرة عامل مجهود رائع جدا، ودايما بيكون متواجد في كل الافتتاحات اللي بيعملها النادي الأهلي لكل المنشآت الرياضية الجديدة اللي بيعملها النادي الأهلي، بيكون متواجد دكتور أشرف صبحي. الحقيقة حتى كمان خلص الافتتاح وبعدين رجع الوزارة، وبعد ما رجع الوزارة رجع مرة تانية في زيارة لمنتخبنا الوطني في تمرينته النهاردة للشد من أزرهم للمباراة القادمة. وبالتالي دكتور أشرف صبحي الحقيقة عامل شغل رائع، ودايما بيكون متواجد مع النادي الأهلي في كل زي ما قلت لحضراتكم الافتتاحات اللي بتبقى دايما دايما نادي الأهلي افتتاحاته بتبقى دايما رائعة ومنظمة بشكل جيد وفيها كل الأمور الجيدة داخل هذه الافتتاحات. خلينا نطلع نشوف أيضا كلمة دكتور أشرف صبحي في هذا الافتتاح ونرجع نكمل مع حضراتكم بقية هذه الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بجهودي ومعالي محافظ القاهرة النهاردة مع مجلس إدارة الموقر برئاسة كابتن محمود الخطيب والسادة الأعضاء اللي موجودين، الحقيقة احنا موجودين النهاردة علشان شيء جديد بيتعمل، وشيء جديد مش مجرد جراج، لا ده يعني توسعة وابتكار وكمان يعني حفاظ على الشكل العام لتطوير المنطقة اللي بي دايما فخامة الرئيس في جولات على تطوير كل الأماكن في محافظة القاهرة والمحافظات الأخرى. إن شاء الله يكون حاجة ميسرة لأعضاء النادي ويكون إضافة زي كل الإضافات اللي موجودة، ودائم التوفيق لمصر وكل المؤسسات الرياضية المصرية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله. أيضا كلمة مهمة من الدكتور أشرف صبحي، زي ما قلت لحضراتكم كان كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والقائم بأعمال المدير التنفيذي الدكتور سعد شلبي كان متواجد أيضا في افتتاح جراج النادي الأهلي أو مقر النادي الأهلي في مدينة نصر.